في المسائية لليوم مشاهدينا معنا من رام الله الإعلامي والمحلل السياسي معمر عرابي. أستاذ معمر أبدأ معك. صاروخ الأرقب ينطلق من الأراضي العراقية يصل حيفا، التوقيع المقاومة الإسلامية في العراق، أي دلالات تحملها أو يحملها هذا الصاروخ الذي وصل إلى حيفا، وكيف تلقت تل أبيب هذا الخبر؟ يعني ما حدث بهذا الخبر الذي تلقته تل أبيب ليس مستغربا. نحن قلنا في الأيام الماضية بعد عملية اغتيال الشهيد العاروري أن عين الاحتلال يجب أن لا تبقى على غزة، عين الاحتلال يجب أن تبقى على العراق واليمن وسوريا والجهة الشمالية مع الحدود اللبنانية، بمعنى أن يوما بعد يوم تتجسد فكرة الساحات ووحدة الساحات. لذلك إسرائيل تدرك اليوم أن ما حدث بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله بموضوع الساحات، لذلك هذا الصاروخ جاء تتويجا لهذه الوحدة، وحدة الساحات وما أعلنته هذه الساحات المختلفة في المساهمة في حالة الإرباك والارتباك الذي يعيشه الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما. أعود إليك أستاذ معمر عرابي. أستاذ معمر، إسرائيل برأيك الآن بعد إطلاق هذا الصاروخ من العراق والذي يأتي بعد تطور كبير على الحدود الشمالية، هل من الممكن أن تعيد حساباتها من خلال قراءتك للمشهد عند الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا الانقسام أيضا الذي كان موجود والذي تطور خاصة في الأيام القليلة الماضية داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، داخل الحكومة الإسرائيلية نلاحظ هذا الانقسام الكبير، هل ذلك سيدفعها لتغيير في نهجها أم أنها لا كما أعلنت في أكثر من مناسبة هي تضع هذا الهدف الذي تسميه موضوع القضاء على حركة حماس واستعادة أيضا الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بالقوة؟ دعني نشاهد ونركب الشارع الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي الذي يعيش حالة كبيرة من الإرباك اليومي. هناك لا نستطيع القول أن هناك رؤية واحدة وموقف واضح في الجانب الإسرائيلي. على كل حال الرأي الإسرائيلي أستاذ معمر الآن بحسب استطلاعات الرأي نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية ورد العاجل على شاشة الميادين بأنه 64% من الإسرائيليين يعتبرون أن أداء بنيامين نتنياهو في الحرب غير جيد. بالتأكيد هذا ما أود قوله، أن هناك حالة انقسام عمودي في الشارع الإسرائيلي وحتى في نظام الحكم في إسرائيل. السؤال الكبير والجوهر الذي يواجه الكيان اليوم هو مستقبل إسرائيل. الإسرائيلي اليوم يعيش أجواء 48. اليوم سمعنا تصريحات لمسؤول الشباك السابق عامي أيلون عندما قال نحن اعتقدنا أن إتاحة الاقتصاد وتحسين الاقتصاد للفلسطينيين سينسيهم قضيتهم، ولكن وجدنا أن هناك شعبا يقاتل من أجل الاستقلال، ونحن اعتقدنا أننا انتصرنا في عام 2002 في المبادرة العربية عندما هرول العرب وقالوا نحن نريد التطبيع الكامل مع إسرائيل. اعتقدنا أن هذا انتصار لإسرائيل. بعد 20 عاما وجدنا أن هذا الشعب الذي يقاتل يريد الحرية والاستقلال. لذلك السؤال الكبير أمام الإسرائيلي اليوم هو مستقبل وجود هذا الكيان. الإسرائيلي كل يوم يدرك أن عملية 7 أكتوبر هي عبارة عن فجر جديد للشعب الفلسطيني، وأن هذا تاريخ جديد، وأن وحدة الساحات التي كنا نتحدث عنها من العراق لليمن لسوريا للبنان هي تتجسد وتتحرك كل يوم. لذلك هذا الصاروخ كروز الذي جاء من العراق والمشاغل التي تأتي من البحر الأحمر ومن الجولان ومن الجهة الشمالية، اليوم الإسرائيلي في ورطة كبيرة وفي ورطة شديدة. إذا نظرنا إلى ما يحدث له في الجبهة الشمالية اليوم نحن نتحدث عن لكن أستاذ معمر، يعني إسرائيل على لسان جانتس على لسان جالانت على لسان نتنياهو تتوعد وتقول قادرون على خوض الحرب في أكثر من جبهة، قادرون على تدمير لبنان، هكذا يقولون. وهذا ما فنده اليوم يتسحاك بريك في مقال له في معاريف مسؤول الشكاوى في الجيش الإسرائيلي السابق، قال أنا زرت جبهة الشمال ووجدت أن الجيش الإسرائيلي غير مهيأ وغير كفؤ لحرب مع حزب الله، وأن في حالة حدوث حرب شاملة مع لبنان ستنهار كل المنظومة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، قوة الردع التي قام بها حزب الله ومنظومة الردع التي يعمل عليها يوميا حزب الله هي مفهومة جيدا للإسرائيلي. لذلك هو يدرك جيدا خطورة توسيع الجبهة الشمالية، لأنه يعرف هذا الاستحقاق أن حيفا وما بعد حيفا ستكون تحت مرمى النيران. لذلك هو يدرك وحسابه. الصواريخ على حيفا يا أستاذ معمر وصلت من العراق. أستاذ معمر سنعود لنفصل أكثر بجبهة الشمال بعد قليل. أستاذ معمر، الضفة الغربية مجددا
يعني منذ 7 أكتوبر حتى اليوم حرب حقيقية تخوضها إسرائيل في الضفة الغربية. بالرغم من ذلك في كل مرة تعود وتقتحم، يعني كل عدة أيام نستمع عن اقتحام لطول كرم، لنابلس، لجنين، محاولات اقتحام، وإذ بالمقاومة تتجدد كل مرة تقتحم فيها إسرائيل هذه المدن. لماذا كل هذا القلق الإسرائيلي من الضفة الغربية قبل وبعد 7 أكتوبر؟ بالتأكيد بالإضافة إلى الحرب الضروس على قطاع غزة، الحرب هي في الضفة الغربية، وبالمعنى الاستراتيجي إسرائيل أنا بعتقد هي في هجومها وعدوانها على غزة في نهاية المطاف ستتعامل مع غزة كورقة تفاوضية، ولكن الحرب الحقيقية هي ستكون وإن بدأت ملامحها ستكون في الضفة الغربية والقدس، حتى بالمفهوم التوراتي الضفة الغربية والقدس تعني هي أرض الميعاد، وتعني هي يهودا والسامرة بالنسبة لهم، ولذلك هذا عبر عنه اليمين الإسرائيلي بشكل واضح أننا عندما ننتهي من غزة سننتقل بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية. نحن نتحدث عزيزي اليوم عن 950 ألف مستوطن، مليون مستوطن، اللي هم بيشكلوا حوالي 18% من سكان الضفة الغربية والقدس، هم موجودين عبارة عن ميليشيات مسلحة تم تسليحهم من ميركفير ومن اليمين الإسرائيلي. هؤلاء عبارة والمستوطنين يعني كحركة التلال وغيرها، هؤلاء موجودون على الطرقات وبين المدن الفلسطينية، هم جاهزين للانقضاض على الفلسطينيين حتى لتصل حرب شوارع مع الفلسطينيين. ما يحدث في الضفة هو عمل ممنهج، ما يحدث في جنين، ما يحدث في طول كرم، ما يحدث في نابلس. لذلك الإسرائيلي يدرك أن معركته الحقيقية ستكون في الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة، وهذا ما حذرنا منه وقلنا أن يجب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أن تعي أن المعركة هي معركة شاملة. واللافت أيضا أستاذ معمر، وربما أيضا ولو بتعليق سريع منك، أن الإعلام الفلسطيني يتحدث عن دفع تعزيزات كبيرة من قبل جيش الاحتلال إلى رام الله بعد اقتحام قوة يمام الخاصة للمدينة. بالتأكيد الاحتلال يدخل رام الله ويدخل نابلس ويدخل الخليل ويدخل كل قرى ومخيمات ومدن الضفة الغربية. أصلا بالأصل الضفة الغربية هي محتلة، نحن إن أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها، الضفة الغربية تقع كاملة تحت الاحتلال. السلطة الموجودة في الضفة الغربية كلنا نعلم والسلطة تعلم أنها هي سلطة بلا سلطة، لذلك الإسرائيلي يستطيع أن يدخل أينما شاء وكيفما شاء ويقتحم متى شاء، والذي يواجه الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تحديدا في جنين ونابلس وطول كرم هي المقاومة والشباب الفلسطينيين، ولكن الضفة الغربية هي واقعة تحت الاحتلال وتحت الاستيطان. نحن نعيش في الضفة الغربية الشكل الأمثل إلى الكانتونات والأبارتهايد، نحن المستوطنات موجودة والمستوطنين على كافة الطرقات، هناك تقطيع لأوصال الضفة الغربية، هناك أكثر من 500 بوابة موجودة بين المدن، نحن نعيش بين 444 مستوطنة إسرائيلية، ما بين مستوطنة ومنشأة استيطانية يعيش فيها مليون مستوطن. هذا هو الواقع الديموغرافي الذي حصل على مدار 30 سنة الماضية. في عام 92 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100-120 ألف، نحن اليوم نتحدث عن مليون مستوطن يعيشون بيننا وعلى أرضنا وجاثمين على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد أن الكرة ستتدحرج وأن المعركة الحقيقية والدماء ستكون في الضفة الغربية والقدس. بعد 3 أشهر على طوفان الأقصى أستاذ معمر عرابي، نحن نتحدث اليوم، نحن في اليوم 7 من شهر كانون الثاني 2024، يعني مرت 3 أشهر بالتمام والكمال على طوفان الأقصى. ها هو أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يصل مجددا إلى المنطقة، والحديث يتكرر عن اليوم التالي لما بعد هذه الحرب، والحديث دائما يأتي من منطلقا من أن هناك هزيمة محتمة للمقاومة، المقاومة ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة وبكل قوة. ولكن سؤال، أي جديد برأيك من الممكن لواشنطن أن تقدمه للطرف الفلسطيني خلال هذه الزيارة لبلينكين؟ يعني كفلسطينيين، كمحللين، كمراقبين، هل لمستم أي شيء جديد ممكن أن تقدمه واشنطن؟ يعني السيد بلينكين زار المنطقة في 3 شهور الماضية 4 مرات على التوالي، ولا جديد في الحديث في الموقف الأمريكي سوى النكتة السمجة الذين يتحدثون عنها اليوم التالي. وإذا لاحظت في الفترات الأخيرة هناك ليس فقط رسائل متناقضة ومتعارضة، هناك حالة إرباك تعيش الحال الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية كانت تعتقد، وجزء كثير من العرب للأسف والاحتلال الإسرائيلي، أن غزة لم تصمد أكثر من 10 أيام، أسبوعين على الأقدر، وسيكون هناك إدارة جديدة ويوم تالي وإلى آخره. لذلك هم يعيشون حالة
كانت الصدمة بعد 92 يوما ما زالت غزة تقاوم، لم يحققوا في غزة شيء سوى القتل. إسرائيل تقتل ولا تقاتل في غزة، إسرائيل تدمر البشر والحجر، ولكن غزة صامدة والمقاومة صامدة في غزة. لذلك قضية اليوم التالي أنا أعتقد هي هذه نكتة أصبحوا هم لا يصدقونها، لأن اليوم التالي هو اليوم الأخير في الصمود ووقف العدوان في غزة، هو الذي يحدد. لذلك هم لا يعرفون ما هو اليوم التالي. طارة يقول يجب القضاء على حماس، وطارة يقول نحن نستوعب وجود حماس ويجب أن نتعامل مع حماس. هو التقى مع أردوغان، قال له حماس أصبحت ورقة محروقة، وفي نفس الوقت قال له عليك إقناع حماس. هذه حالة الإرباك الذي يعيشها الأمريكي والإسرائيلي وجزء من النظام العربي الرسمي المتصهين. هم كانوا يدركون أن أو كانوا يعتقدون أن غزة لن تصمد أكثر من أسبوعين على الأكثر، وأن المقاومة ستنهار وستكون غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كل يوم صمود في غزة هو يصعب المسألة عليهم بالمعنى الاستراتيجي. لذلك السؤال الكبير يرتد عليهم، ويجب أن لا نرفع التوقعات من الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يبيع الوهم ويشتري الوقت، وهو في حالة إرباك. أعتقد هو في موقف صعب، هو الإسرائيلي لا يعرفون، هم أنفسهم لا يدركون ولا يعرفون ما هي ملامح اليوم التالي الذين يتحدثون عنه. أستاذ معمر عرابي، صحفي في صحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع اعتبر أن جبهة لبنان باتت الآن الجبهة الرئيسية، وذلك استنادا إلى استهداف حزب الله لقاعدة ميرون شمال فلسطين المحتلة. لماذا يعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الأمور تحولت بهذا الشكل؟ يعني الإسرائيلي يدرك منذ اليوم الأول والآن أصبح أكثر إدراكاً أن التحدي الأكبر بالمعنى الاستراتيجي هو ما يحدث في الجهة الشمالية أو في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية للأسباب التالية. أولاً الإسرائيلي يدرك أن هناك معادلة رضع كبيرة فرضها حزب الله على الاحتلال وعلى الكيان الإسرائيلي، وأن ما يتعرض له الجيش الإسرائيلي بشكل يومي كما قالها السيد نصر الله هي عملية إذلال يومي بالمعنى العملياتي وبالمعنى ما يجري على الأرض. هناك اليوم ما قاله في معاريف كتبه مسؤول الشكاوى في الجيش الإسرائيلي، قال أن الجيش الإسرائيلي في الشمال هو منهار وغير متماسك وسينهار أمام أي هجوم شامل من قبل حزب الله. ولكن بالمعنى الاستراتيجي نحن نرى أن الأمريكي والأوروبي دائما خطابهم واحد، لا يريدون توسيع رقعة الصراع ويقصدون الجبهة الشمالية. أولا نصر الله وحزب الله قال، وأنا باعتقاد أنه لن يبدأ بحرب شامل، ولكن ما يقوم به من شكل تكتيك وبمعادلة دقيقة من حسابات قواعد الاشتباك المتدحرجة. نحن نتحدث اليوم عن 13 كيلو لا يعيش فيها مدنيون أو مستوطنون إسرائيليون. نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي ونزيف اقتصادي كامل متكامل الأركان. نحن نتحدث عن 70% اليوم، 80% من الشركات الإسرائيلية في الشمال فلسطين المحتلة تعتمد على السياحة. هناك 76% حسب موقع جلوبس وذي ماركر أنه 73% من السياحة تراجعت في لدى دولة الكيان. نحن نتحدث عن 70% من المزروعات وسلة الغذاء للاحتلال موجودة في الشمال، في شمال فلسطين المحتلة. كل هذه 80% من الشركات، هناك حوالي أكثر من 250,000، والإسرائيلي يقول 100,000 نازح إسرائيلي بهذه المنطقة التي لا يوجد بها مدنيين، يوجد بها الجيش الإسرائيلي. هي حالة إرباك يعيشها الإسرائيلي بالمعنى الاستراتيجي، وهو يدرك أن قواعد النار الذي فرضها حزب الله هو يدرك أن الدخول في حرب مفتوحة مع حزب الله ستكون حيفا والشواطئ الإسرائيلية وتل أبيب وكل البنية التحتية الإسرائيلية تحت مرمى النار. لذلك أنا أعتقد هذا الإرباك الذي يعيشه الإسرائيلي يدركها الأمريكي ويدركها الأوروبي. لذلك نرى اليوم هناك زيارات مكوكية للبنان والمنطقة تحت نفس العنوان، لا نريد توسيع رقعة الصراع لأن يعرف ماذا. أستاذ معمر، يعني هذه الجبهة في حالتها في وضعيتها الحالية الآن تؤلم الإسرائيلي كثيرا أفهم منك. أنا أعتقد ليس تؤلم فقط وحسب، وإنما تشكل التحدي الأكبر. أنا أعتقد الإسرائيلي يدرك أن التحدي الأكبر في الشمال ليس في البعد الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، وإنما في البعد الاستراتيجي. ما يجري في الجبهة الشمالية هو يعيد للأذهان لدى الإسرائيلي حول مفهوم كينونة إسرائيل وجدوى وجود إسرائيل. هناك انهيار للأمن القومي الإسرائيلي والعمق الذي بناه على مدار 75 عام. أول مرة نرى أن الجانب الإسرائيلي هو مكبل اليدين، وإن كان هناك ردود ويتحدث عن حرب تكتيكية قد تصل إلى 40 كيلومتر الليطاني وما قبل الليطاني، ولكن نحن لم نتعود في تاريخ
بناء دولة الكيان على مدار 70 سنة، أن يضرب كل يوم وأن يقتل كل يوم وأن يجاب بحزب الله ضمن هذه الحسابات الدقيقة دون أن يكون هناك موقف استراتيجي. نحن نشهد حالة الانهيار والإرباك الذي يعيشه الجانب الإسرائيلي. هناك المؤسسة العسكرية، تعرف وتعي جيدا أن أي مغامرة أو دخول في حرب شامة مع حزب الله كما قال السيد نصر الله ستكون الردود هي بلا سقوف وبلا ضوابط. حتى لو تحدثوا عن لبنان وتدمير لبنان، هم يعرفوا أن عام 2024 ليس عام 2060. والأستاذ معمر عرابي الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا على وجودك معنا في المسائية، كنت معنا من رام الله.